استاذ محمد مساء الخير. مساء النور يا كابتن، ازيك وازي حضرتك؟ اهلا بيك ومنورنا ومشرفنا في برنامج الريمونتادا. انا بتشرف بيك طبعا يا كابتن. قول لنا ايه اللي كان بيحصل اليومين اللي فاتوا والتحضيرات اللي كانت موجوده في باريس واللي حصل النهارده وردود الافعال على فوز ميسي نجم باريس سان جيرمان بالبالون دور للسنه دي. اللي حصل هو طبيعه تمهيد كبير للحفله، قوات امن موجوده في منطقه الشاطليه كلها، طبعا ترتيب السجاده الحمراء، ترتيب للحفل بشكل كبير للمدعوين كلهم. طبعا انت عارف النظام في المواضيع دي بيبقى التملي بيبقى بشكل كويس والتنظيم بشكل جيد جدا. بالنسبه لردود الافعال بعد الفوز، طبعا كان في ناس كثيره كانت عارفه كابتن احمد، كان في ناس كثيره عارفه ان ميسي متبلغ تقريبا بنسبه 90% ان هو فايز بالجائزه. تملي بيبقى وهم مختصين اللاعب الفايز ان هم بيبلغوه لانه بيخافوا ان هو يحضر، بيخاف ان اللاعب يكش شويه فما يجيش، لكن طبعا لازم يتبلغ عشان الحفله كلها ما تبصش. طبيعي ان ميسي بيبقى عارف، في صحفيين كتير كانوا عارفين، في ناس كتير اتكلمت قبل الحفله قبل الهواء ان ميسي هو الفائز بالكره الذهبيه. كان في محاوله دعم، كان في محاوله زق من بايرن ميونخ ان هو ناحيه ليفاندوفسكي، لكن ما اعتقدش ان الامور كانت واضحه، يعني بنسبه 90%. انا كنت شايف ان ميسي مخلص الموضوع من شهور بعد الفوز بالكوبا امريكا، في تعاطف كبير بيبقى مع ميسي عموما بعد الفوز بكوبا، بعد الفوز بكوبا امريكا ولا بعد التعاقد مع باريس سان جيرمان؟ لا والله يا كابتن، لا الموضوع مش ملوش علاقه بباريس سان جيرمان بشكل كبير. اولا انت عارف يا كابتن ان المصوتين بالكامل كلهم من انحاء اوروبا ومن انحاء حتى من امريكا اللاتينيه، واكثر من صحفي موجودين في كل مكان. الصحفيين كلهم بتخضع الموضوع كله لاهواء شخصيه، احنا ما نقدرش نقول ان في سيستم محطوط لاختيار البالون دور، ما نقدرش نقول ان في اطار معمول بشكل معين لاختيار الفائز بالبالون دور، لكن هي كلها بتخضع لوجهات نظر، الموضوع كله قائم على وجهات نظر. انا لو سالتك النهارده كابتن مين احسن لاعب في العالم هتقول لي اسم، هسال حد تاني هيقول لي اسم، هتسالني انا هقول لك اسم ثالث. هل احنا الثلاثه غلطانين؟ لا مش غلطانين، هو كل واحد بيشوف الموضوع من وجهه نظره، كذلك الصحفيين اللي بتصور. الصحفي شايف ان ميسي هو الاقدر، في صحفي تاني شايف ليفاندوفسكي، في صحفيين كتير اختارت محمد صلاح هو الاحسن في العالم. هل كان في حديث من الصحافه الفرنسيه والصحفيين الفرنسيين عن امكانيه فوز محمد صلاح بالجائزه؟ اكيد كان في ناس كانوا بيتكلموا في محمد صلاح، وكان في ناس بتطالب من محمد صلاح ان هو يكون موجود من ضمن الثلاثه الاوائل، لكن يعني في امور ما رجحتش كفه محمد صلاح بشكل كبير، خصوصا الموسم السيء. الموسم الماضي ليفربول ما كانش على مستوى الحدث، ليفربول في الموسم الماضي ما قدمش كوره كويسه، مجموعه الاصابات الكبيره جدا للفريق ما خلتوش يدخل في المنافسه على كل البطولات بشكل قوي. البطوله الوضع الحالي لو كان في 2018 يعني اعتقد ان محمد صلاح كان قريب جدا في الحفل في 2019 عن موسم 2018. اعتقد ان ليفربول لو كان قدر ان هو يكسب دوري الابطال في العام 2018، اصابه راموس الشهيره اللي اثرت على صلاح واثرت على منتخب مصر في كاس العالم واثرت على حظوظ ليفربول في المباراه نفسها، اعتقد ان صلاح كان حسم تماما الفوز بالبالون دور سنتها، لان صلاح كان متصدر هدافي الدوري الانجليزي، كان متصدر لائحه افضل لاعب، كان مقدم منتخب مصر في كاس العالم، كان هداف التصفيات. اعتقد صلاح كان ينقصه فعلا الفوز بدوري الابطال، لكن للاسف الشديد الاصابه منعته، وبالتالي راحت الجائزه للوكا مودريتش بعد ما طلع الثاني في كاس العالم مع فريق منتخب كرواتيا. استاذ محمد منظور الصحفي الرياضي من باريس، بشكرك شكرا جزيلا على نقلك لينا للاجواء من فرنسا. وانا باكد ان محمد صلاح اتظلم السنه دي بان هو يبقى نمره 7، وده على فكره يعني ممكن يكون من الاسباب الرئيسيه هشام ان هو رفض ان هو يكون موجود في الحفله. لا طبعا طبعا ودي